صحيح صحيح. تبع علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن الكتاب هنا نقسمه لكم قسم يا شيخ سعيد؟ ثلاثة أقسام. الكتاب المقدمة مقدمة. إذن أصول الفقه، أي كتاب في أصول الفقه، أصول من علم الأصول أو هذا، نقسم الكتاب ونفهرسه إلى ثلاثة أقسام. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، هذا القسم الأول. كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد ونطبق هذه الأدلة؟ وحال المستفيد، هل أنت مجتهد أو مقلد، مفتي أو مستفتي؟ مفهوم؟ مفهوم يا أخي؟ الأول علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي، الواجب والمندوب والأمر والنهي والمجمل والمبين والعام والخاص، صحيح؟ هذا القسم الأول. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية التفصيلية عند الفقهاء، وكيفية الاستفادة منها، قلنا نطبق هذا العلم على الأدلة، تقول إنما الأعمال بالنيات، يستفاد منه كذا وكذا وكذا، تمام. وكيفية وحال المستفيد، مفتي، مستفتي، مجتهد، مقلد. طيب نعم، إذا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. نعم إن شاء الله نتم اليوم القسم الأول. نعم. قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر المعتبر في تعريف أصول الفقه لقبا لهذا الفن. نعم. في ذاك طرق الفقه أعني مجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، لأن المفصلة عند الفقهاء. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي؟ نعم. قال حال المستفيد. نعم. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، ثلاثة أشياء. نعم. قال رحمه الله: أبوابها 20 بابا تسرد. هذا فهرس مفصل. الفهرس المجمل أقسام ثلاثة، الآن أتاك بالفهرس المفصل. نعم. وقلت ستأتي، لا تستعجل ولا تتكلم الآن، اسمع فقط الإجمال وسيأتي التفصيل. وهذا يسميه العلماء لف ونشر. مفهوم؟ نعم. قال الله: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة بالأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عمر، والوصف نعم، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. قال رحمه الله: أقسام الكلام. بدأ الآن الكلام يقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول من حيث التركيب، اسم وفعل وحرف، والثاني من حيث إمكان وصف بالصدق وعدمه إلى خبر وإنشاء، والثالث من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز. من يعيد هذا الأقسام الثلاثة؟ هاي الشيخ. الأول من حيث التركيب، اسم وفعل وحرف، والثاني من حيث إمكان وصف بالصدق وعدمه خبر وإنشاء، والثالث من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز. إذن هذه أقسام ثلاثة. نبدأ بالقسم الأول. الأول ما هو؟ من حيث التركيب، اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه لكن ليس له علاقة بالزمن، والفعل له علاقة، ما دل على معنى وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو ثلاثة أقسام. ما أمر وماضي ومضارع، فهم وافهم ويفهم، صحيح؟ نعم. المثال لك افهم. نعم. طيب الثالث الحرف، الحرف ليس له علامة، صح؟ نعم. بعد هذا تقرأ، شوف ايش يقول. نعم. رحمه الله: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبوا، واسمان أو اسم وفعل كركبوا. نعم، اركبوا، قال إما اسم وفعل أو اسمان
الله ربنا. نعم. كذاك من فعل وحرف وجد. يقول من حرف وفعل وجد، والصحيح لا، لا الصحيح لا، ما يمكن من اسم لابد تقدر شيء. نعم. كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في النداء. في النداء تقول يا زيد، يا زيد ماذا؟ أقبل أو كذا، صح؟ أي نعم، لابد من تقدير شيء. نعم. إذن أقل شيء اسمان أو اسم وفعل. نعم. وعلى هذا تمشي. وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. نعم. الآن بدأ بالقسم الثاني وهو تقسيم الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق وعدم. أي كلام تستطيع تقول لقائله أنه صادق أو كاذب فهذا خبر، وأي كلام لا تستطيع تقول لقائل أنه صادق أو كاذب فهذا إنشاء. مفهوم الشيخ؟ تمام. متى جئت تستطيع تقول لي صادق أو كاذب؟ لا، صح. من أين أنت؟ بكم اشتريت هذا؟ مفهوم؟ طيب، إذن هذا إنشاء. طيب، نقول صلى الشيخ الفجر اليوم الساعة 4:50، هذا خبر، أن تستطيع تقول نصادق أو كاذب. إذن كل كلام تستطيع تقول لقائل أنه صادق أو كاذب فهذا خبر، وكل كلام لا تستطيع أن تقول لقائل أنه صادق أو كاذب فهذا إنشاء. فالأوامر والنواهي والعرض والطلب والتمني والترجي والقسم فهذه إنشاء، وغير هذا خبر. تمام. عندنا أخبار لا يمكن توصف بالكذب، ومن وصفها بالكذب كفر كفر أكبر. كلام الله والثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. هذا واحد. الثاني، عندنا كلام لا يمكن أن يوصف بالصدق، مستحيل شرعا ومستحيل عقلا. مستحيل شرعا مدعي النبوة يقول والله كاذب وكافر كفر أكبر، صح؟ ادعي علم الغيب نقول والله كاذب وكافر كفر أكبر، مستحيل شرعا. وجاءنا الشيخ قال عندنا رجل في حارتنا طوله 100 متر، مستحيل عقلا، كاذب. مفهوم؟ تمام. وعندنا كلام الثالث الآن، أخذنا القسم الأول لا يمكن وصفه بالكذب ولا يمكن وصفه بالصدق، الثالث يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن أحيانا نأتي في آية نقول هذه الآية خبر وهذا إنشاء، لكن الخبر هنا لا يمكن يحتمل الكذب. مفهوم؟ تمام. إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا، هذا بقية الكلام. انتهينا؟ تمام. انتبه معي. إذن أخذنا أن الكلام منه خبر ومنه إنشاء. قد يأتي كلام خبر محض، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، خبر. تمام. ويأتي إنشاء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إنشاء. إذن خبر محض واحد، إنشاء محض. وقد يأتي الخبر ويراد به الإنشاء، ويأتي الإنشاء ويراد به خبر. الخامس يحتمل هذا ويحتمل هذا. كم قسم الآن؟ 5. الأول أخذنا خبر محض، ولما جاء موسى لمقاتنا، إنشاء محض، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خبر يراد به الإنشاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء جماعة من مضر، وعندما رأى عليه الصلاة والسلام ما بهم من الحاجة والفاقة تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. دخل إلى بيته لم يجد شيء، وخرج وقام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام، وقال تلا قول الله تعالى، قال ذكر آيات في النفقة، ثم قال تصدق رجل، لم يتصدق أحد، تصدق رجل من درهم
من صاع بر، من صاع شعير، كذا. يقول تصدق، تصدق خبر أو إنشاء، تصدق خبر، لكن هو ما أراد الخبر، أراد يأمر الصحابة بالصدقة. لماذا عدل إلى الخبر؟ كأنه يقول أمرت وفعلتم، وأنا الآن أخبر عن هذا كل الذي تقدم من الأمر والفعل، يعني تصدقوا تتصدقوا، مفهوم؟ قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم خبر، هل معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فلان من الناس يؤم القوم؟ لا، أراد الأمر أنه لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله، مفهوم؟ إذن خبر أريد به الإنشاء، يعني لا يؤم أحد إلا أقرأ القوم. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا كنت في جماعة عندنا بعض الناس يصنع عيش، يصنع، تفضل تفضل، هذا مو طعام، هذه عبادة، صح؟ الشيخ سائد يعرف أنه أحفظ القوم، ما يكلم أحد، تقدم استوى، الله أكبر، يقول عنه ما يقوله، هو أطاع من؟ أطاع الله، صحيح؟ أي نعم. أبو بكر رضي الله عنه، مات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ لزاما عليه أن يصعد، صعد المنبر وتكلم، ولم يبالي بأحد في دين الله، صحيح؟ أي نعم، لأنه يعرف أن هو المقصود بالقيام الآن، مفهوم؟ أي نعم. يؤم القوم، قال تنكح المرأة، مفهوم؟ هذا خبر يرد به الإنشاء، لماذا؟ تأكيد الإنشاء كأنه أمر وقع وانتهى. طيب نعم. الرابع إنشاء يراد به الخبر، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، الأصل ونحن نحمل، يعني معنى الكلام، مفهوم؟ أي نعم، يعني أنزلوا هذا الأمر كأنه أمر مقطوع به. نعم. وقد يحتمل هذا ويحتمل هذا، خلاص. نعم. مثاله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحتمل أنه خبر عن الله أن الله لعن اليهود، صح؟ ويحتمل أنه دعاء إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. عكاشة رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، أنت منهم يحتمل أن يكون خبر، أنه في رواية قال اللهم اجعله منهم، هذا اللهم اجعله منهم خبر ولا إنشاء؟ إنشاء، دعاء، تمام. وفي رواية قال أنت منهم، هذا خبر. ابن حجر رحمه الله جمع، قال دعا أولا ثم أعلم الله سبحانه وتعالى أن عكاشة رضي الله عنه منهم، مفهوم؟ نسأل الله من فضله. القسم، أي قسم؟ خلنا نضيف سادس. السادس صيغ العقود ترجع إلى ما في نفس العاقد، مفهوم؟ يقول الآن يجي إنسان للإمام ويقول له يا شيخ والله محتاج، إيش فيه؟ قال طلقت زوجتي. طلقت زوجتي، يحتمل أنه هذا خبر يخبر عن ماذا؟ عن أمر وقع، صح؟ ويحتمل أنه أنشأ الآن طلاق حتى يشهد هذا، مفهوم؟ وهذا يرجع إلى ما في نفس العاقل. يقول بعت سيارتي، ممكن صادق ممكن كاذب، ممكن الآن أنشأ الآن هو عقد بيع، مفهوم؟ نعم. إذن أقسام ستة، خبر محض، إنشاء محض، خبر يراد بالإنشاء، إنشاء يراد بالخبر، يحتمل هذا ويحتمل هذا، صيغ العقود ترجع إلى ما في نفس العاقد، وقد تجعلها قسم خامس القسمين الأخيرة. يلا امشي. قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم.
خلاص قلنا هذا الأوامر والنواهي والعرض والتمني والعرض والقسم، هذه إنشاء وغير هذا خبر. نعم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. نعم معلش دقيقة. الحقيقة والمجاز هذا القسم الثالث من حيث الاستعمال، إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ خرج بهذا، الإشارة والكتابة. أنا أقول لهذا أسكت، هذا ليس بلفظ صح، أو أكتب له في الورقة أسكت، هذا ليس بلفظ، مفهوم؟ اللفظ المستعمل خرج بهذا، المهمل دايز مستعمل، هاو ار يو مستعمل، مستعمل عندنا، مستعمل عندهم يا رجل اتق الله، مفهوم؟ مفهوم؟ هذا مهمل خلاص، عندهم مستعمل، عندنا مهمل، مفهوم؟ نعم. إذن اللفظ المستعمل فيما إذن اللفظ خرج به الإشارة والكتابة، المستعمل خرج به المهمل، فيما وضع له خرج به المجاز، لأن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. أسد للحيوان المفترس حقيقة صح؟ نعم. إذن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية.